أغنية تعلمها الصغار في المدارس، يا طيارة طيري بالجو، فيك عسكر فيك ضو. كلما سمعوا صوت الطائرة كانوا يجتمعون الأطفال وتعلو أصواتهم. يختبئ الأطفال فور سماع صوت الطائرة، أدركوا بأنها جاءت لتقتلهم وتدمر منازلهم. الأهالي في مدينة مارع اعتادوا على قصف الطيران لهم بعدما تحول إلى مسلسل يومي لم تنتهي حلقته الأخيرة بعد. ابني صغير عمره سنتين يبكي يصيح بابا بابا طيارة بابا، ما يعرف يحكي من خوفه من رعبته. يرجف شلته اشيل عنه الحجار، في الحجر هيك كبار. اجيت حملته بالعمره سنتين، بس الله الله له العمر تيقوم هالزلام هذول الكفرة الدجالين العوينية لايران وامريكا، حزب الشيطان وحزب المجوس والشر اللعين، الله ينتقم من كل ظالم. لم يقتصر قصف الطيران على قتل البشر وتدمير الحجر، إنما تجاوزها ليخلق تخوفا نفسيا لدى أطفال المدينة. أصبح كابوسا مرعبا لا يفارقهم حالة ذعر وهلع تصيبهم، فما وجدوا سبيلا إلا زوايا بيوتهم لعلها تدخل السكينة والطمأنينة لقلوبهم. عمو نحن الطيارة كنا تجي تقصفنا، وين نتخبى؟ معنا الغرفات كلها نحن نطلع، لا ما عم بشارة ما عم نحسن بلدة صغيرة مثل مارع تعرفت على كل أنواع الأسلحة الجوية، من البراميل المتفجرة وحتى الصواريخ الفراغية والسكود، في حين ينتظر من تبقى من أهل البلدة مصيرهم المجهول في الأيام القادمة.